شو؟ إيهاب بالجزء الثاني عم يتابع ما بدأه بالجزء الأول، هو التحقه بالخط العسكري. ماني لسه ما خلصت كلامي. هو هلأ شخصية متطورة أكثر عن قبل، صارت أكثر صلابة، أكثر ثباتاً على الأرض. صار في عنده تبدلات على المستوى العاطفي ما بين الأحداث اللي صارت معه بالجزء الأول بما يخص عائلته وما بين الأحداث اللي حتصير معه هلأ. أكيد الأمل لساته موجود وهو صار أكبر. نحن ناس كنا بتقديري منعرف كيف نعيش ولازم نظل نعرف كيف نعيش.